بعد تفشي فيروس كورونا في تونس، تفاقمت تهافت المواطن التونسي على شراء أدوية تقوية المناعة من جهة، والتلقيح ضد النزلة الموسمية من جهة أخرى، والذي يشمل أساسا الحاملين للأمراض المزمنة والمسنين فقط. وفي هذا الإطار تنقلت كاميرا الجنوبية لرصد النقص الفادح في تزود الصيدليات بالتلقيح، هذا بالإضافة إلى غياب بعض الأدوية جراء تفاقم الطلب عليها. وصلتنا دفعه كميه هزيله بارابور للكميات اللي كمان جيناها، دونك عندنا ديجا ليست نتاع لي مالاد، مالوغوزمون ما فماش حتى 10% من الكميه نتاع التلقيح اللي تكمندات اللي وصلت للصيدليات في تونس. لي ريكومونداسيون يقولوا اللي الناس اللي فوق 60 سنه والناس اللي زازماتيك اللي عندهم الفده اللي عندهم الحساسيه لازمهم يزرقوا. احنا في تونس ديجا فوق 60 سنه معناتها نفوتوا المليون راجل ومراه مسنه لازمهم يتلقحوا. 300 مليون ما نعرف 300 الف سي كميه ضئيله جدا، والمشكله اللي فما مانك دو كوميونيكاسيون مانك دو كوردينياسيون. 60 جرعه فات في نص ساعه من كثر تهافت العباد على الفاكسان. كيفير غراه هنا العباد مسنين العباد المرضى اكاهو مش الناس كلها تحب تزرق. الادويه اللي التهفت عليها كبيره هي الكومبليمون اليمونتير كيما الزنك الفيتامين سي الدوليبران، يقول لك هذايا باش تقوي لنا المناعه نتاعهم. زيت روماكس المضاد الحيوي ضد الكورونا، هذه الكل تهفت كبير برشا عليه، وبالرغم من انه موجود نقص كبير 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 في الادويه هذايا. قالوا يوم 20 اكتوبر والعلم لله. 20 من كل جروسيست، كل جروسيست يعطي 10، وتوا احنا متقلقين مع الناس، كل حد هات هات ما نعرفش، ولا انا خايفين من حاجه، وكان لا يقدر واحد تصير له حاجه، يتهمني انا اللي ما عطيتوش الفاكسه، ولا صدفه هو يجي قريب ولا حاجه، مشكل كبير، كل يوم يقولوا في التلفزه والناس يهرجوا فيهم معاه، فماش حتى حل الوقت حاضر، لو حتى يكذبوا فينا يقول لك عندك، بالله اذا ندخلك الفريجيدير شوف تلقاش حتى كعب، بالله يدخل. فريجيدير خلي الناس تفهم، الناس يظنوا اللي احنا نخبوا فيه في الفريجيدير ونعطي فيه الحباب وحدها فريجيدير. شوف تلقاش حتى واحده فاكس قريب مخبيه، شوف والناس يقولوا اللي تكلموا ما عمره يمشي مغشش ويبدا يسب ويبدا واحد يتخبوا فيه وما